Shada FM, la radio que j'aime. خالتي كو كتنغني الشعبي كراه عندي الجمهور. ما كنعصحب الشعبي انا كيعجبني الشعبي ما كنسمعوش ولكن كيعجبني. ها انت سمعي خصوصا داكشي اللي دارت زينه ديغنييرمون مع دي جي فان. لا لا ها انت سمعي. لا بلا ما تسمعي. لا فاجي لا ما كنغنيش الشعبي ولكن راه كيعجبني نسمعه وكتعجبني زينه. لا قلتي لي اسمعي خاصك تغني لي شي حاجه. مهم كنتي بغيتي تغني اليوم مع هذه حالة أمجد زين الدو ديال الصوت. خرجني فوج بيا قل سوشي ولا سنقية غير أنا وياه غير أنا وياه. أشنو نلبس منين غنبدا بغيتو يشوفني أحلى وحدة خصني اليوم نعلي النيفو. هذه اللي كتعجبني. عندي مع حبيبي رونديفو رونديفو رونديفو. عندي مع حبيبي رونديفو. تبارك الله عليك عليك حنان. وي 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 صافي لصقات دابا زين الدوديه. دابا نبقى نشوفوا شاهد الاغنيه التي تعجب حنان. تعجب حنان شاهد قبل لا ولكن زين الدوديه تبارك الله على يعني تطورات. هو التطور الطبيعي كتقدم حاجه ساعه. جادور انا الناس اللي كيخدموا عرفتي في اي مجال. شتينا دابا الشعبي راه ما كنسمعوش بزاف ما عنديش معاه و زعما ماشي شي وحده اللي كيعجب. حتى ملي كنكونوا في العرس كنبغي نسمع هكا المغربي وداكشي ديال الشقاره. كل واحد وستيلو كل واحد هذه اذواق ما يجري قدام. ولكن دابا غني لك باللونجلي ضروري راه داكشي كنجبد فيك. ولكن ملي كنشوف انا مغنيين شعبي كي حتى هما كيطوروا كيحبوا لنا الاغنيه الشعبيه واخا مثلا ما نكونش انا كبرت كنسمعها وهذا كيعجبني الحال. ولكن هذه راه ماشي اغنيه شعبيه. شنو وليت كندير؟ لا ولكن الدوديه ولكن لا فاسون الاداء ديالها مانيفيك. فهمتي كتغنيها كتوشي شي عراب كاينين في الشعبي. دونك انا شنو مشيت وليت كنسمع الريبرتوار ديالها كامل. شوف دابا شي مرات كيجيو شي حوايج ولكن زين الدوديه اللي غادي نشوف يعني بديت نسمع لا 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 شدي ولدك عليا بحال هكا فهمتي. كمليها. لا ما حافظاش. شدي شدي يا خاله فوالا. هي اغنيه زوينه زين الدوديه ما كتخافش من التغيير ما كت لا شجاعه بزاف. جات في الراي قلبتها شعبي قلبتها مغربي ما كتخافش وتبارك الله عليها كتبدع في كل شيء. انتي كتخافي من التغيير؟ لا ما كتخافيش. لا انا كنقول الناس اللي عندي في لاباج اللي عجبو الحال يكمل معايا اللي ما عجبوش الحال بلا ما يبقوا لي راه حنا توحشنا فيديو ديال كذا ولا كذا. انا ما بوق ديال حتى واحد. عندي واحد الابداع كنحطو صافي نديرو في الموسيقى نديرو كنقلب على الشكل اللي غيناسبني في الوقت اللي غنقدر انا نعطي فيه. نقدر ندير فيديو على التعليم ونقدر ندير باغودي ما كتعالج حتى حاجه من حقي. حنا محتاجين ثقافه والتفاهه ولكن يكونوا متوازنين ما نكونش تافهه 100% وما نكونش عاوتاني في 100% سيريوز. تخيل كي كنحتاجوا بعض المرات للتفاهه طبعا باش غتفوج كي غدير الضحك سي با بوسيبل ما يمكنش. شادا اف ام لا راديو كو جيم.